يعجبني أنه يحب ما يفعله، وهو يقوم بذلك بإتقان وروعة وجمال، بحيث يمكنك دائماً تمييز صوره. لا يوجد نظير له. يمكننا دائماً أن نميز بصمة بيتر ليندبيرغ في الصور، حتى في الصور الملونة. إنه واحد من أشهر المصورين في العالم، ويحتل منذ سنوات طويلة مركز الصدارة بين مصوري عالم الموضة، وتستخدم صوره للترويج للسلع الفاخرة. الجميع يريدون بيتر ليندبيرغ، ولقد أصبح مشهوراً بفضل صوره بالأبيض والأسود. زالت عارضات الأزياء يتهافتن على العمل معه حتى بعد أن جاوز 70 من العمر. لا أعرف سره، لكن كل ما يفعله يتسم بالأصالة. صوره تمنحك شعوراً بأن الزمن توقف عند لحظة عابرة، ربما لحظة ما بين مشهدين في فيلم، وهي تضفي على قصصه مسحة شعرية. يمكنه أن يكشف اللحظة التي يشعر فيها الجميع بالتواصل العاطفي. هذه موهبة فريدة. لا أعرف أي مصور آخر يمكنه فعل هذا. حسناً، أعطني مظهراً يائساً. يعتبر ليندبيرغ من بين المصورين راوي القصص، وأسلوب عمله يشبه أسلوب مخرجي الأفلام، إلا أن ما يسعى إليه هو التقاط نصف الثانية التي تتضمن كل العواطف والغموض التي تلزم للفيلم أيضاً. وسواء أكانت ممثلة محترفة مثل نيكول كيدمان أم عارضات أزياء، يشرك ليندبيرغ من يصورهن بالعمل. إنه رجل يفهم النساء ويعجب بهن. النساء عادة أكثر جرأة من الرجال. يميل الرجال إلى التباهي لكنهم جبناء. علي ألا أكون ضد الرجال، ولكن بالنظر إلى النساء تلاحظ أن لديهن الكثير من الهمة. إنهن أيضاً أكثر مسؤولية وأكثر انفتاحاً ويقدمن على المخاطرة. الرجال يكتفون بالوقوف مع سيجار ومظهرهم. لابد أن التقاط الصور لتشرشل كان مملاً جداً. يمسك بذلك السيجار بغض النظر عما يفعل، فيما النساء يخاطرن. وعندما يرون أن بإمكانهن الوثوق بك، يقدمن الكثير لك في المقابل. الكثير من العارضات استفدنا من مساعدة ليندبيرغ عبر السنوات، ومن بين عارضات الجيل الجديد فريابيا إريكسن من الدنمارك. لقد وصل اسمها لدور الأزياء العالمية من خلال تصوير ليندبيرغ لها، وأصبحت إحدى عارضاته اللواتي يفضل العمل معهن. جزء طبيعي من عمل ليندبيرغ الاقتراب من النساء اللواتي يصورهن. يقول الكثيرون إن لدي علاقة وطيدة مع العارضات، ويسألون عما إن كنت أقع في حبهن، فأقول إنني أفعل بالطبع. لكن لديك عائلة؟ نعم، أنا أحب من التاسعة إلى الخامسة، ومن ثم أعود إلى المنزل وأكون سعيدا هناك. في الأوساط الاقتصادية يعد بيتر ليندبيرغ مكتشف العارضات الشهيرات، وقد جلس في استوديو التصوير الخاص به في باريس يستعيد ذكرياته. أناستاسيا كينسكي، كاريوتس، غلاف أول تقويم لي لبيريلي. هذه ليندا، إيزابيل باسكو، أوه، ناومي،
كان ذلك في يناير كانون الثاني من عام 1992 لنسخة فوغا الإنجليزية. هذه شهادة ميلاد للعارضات. في تلك اللحظة أصبح تصوير الموضة نوعاً من ظواهر المجتمع المخملي. كانوا يبقون العارضات بعد عرض الأزياء ويلبسونهن أزياء أخرى ويجعلونهن يظهرن في الحفلات. لقد أصبحنا سيدات المجتمع الراقي. حول ليندبيرغ عارضات الأزياء البشريات إلى نساء واثقات بأنفسهن ولهن شخصيات ونجمات في مجالهن، لكن بعض محررين الموضة المحافظين وجدوا صعوبة في تقبل هذه الزاوية الجديدة من تصوير النساء. يمكننا هنا أن نرى الصدمة الناتجة عن تحول تلك النساء إلى عارضات أزياء شهيرات. لقد أصبحنا هكذا فجأة، ومع مثل هذه الصور قالوا لي إنني لا أستطيع استخدامها. بحلول مطلع التسعينيات أصبح ليندبيرغ واحداً من الرواد في مجاله وبتأثير واسع النطاق. تسويق الأزياء يعني تسويق الوجوه. بالدرجة الأولى هذا كان مهماً لليندبيرغ وليس الثياب. لقد تابع تعزيز تطور العديد من عارضات الأزياء، وعلى الأخص ليندا إيفانجليستا. كان ليندبيرغ أول مصور في عالم الأزياء بدأ في تهميش الحدود بين الأجناس، وهذه خطوة ثورية أخرى. نالت إيفانجليستا شهرة كبيرة بعد أن اتبعت نصائح ليندبيرغ بأن تقص شعرها قصيراً، وبفضل ليندبيرغ أصبحت مشهورة عالمياً. هذه هي سنوات من اليسار إلى اليمين، أنت هنا في الأعلى والآن تقومين بقص شعرك ويتطور الأمر هكذا. بعد عام أو اثنين من الآن سوف تكونين هنا في الأعلى. كان يؤمن بأني لن أفشل بشعري القصير، وقد كان محقا. لقد أوصلني إلى مستوى جديد تماما. رافقنا ليندبيرغ في جلسة تصوير في حديقة تويليري في باريس. فكر ليندبيرغ بقصة تدور حول عاشقتين وكلبين. ما لم يفكر فيه أحد عند الإعداد للجلسة هو أن الكلاب محظورة في هذه الحديقة الشهيرة. الطاقم يرزح تحت الضغط لأن الكلاب على الأقل مهمة لقصة ليندبيرغ كأهمية العارضات. تكفل المصور بتدبر الأمر بنفسه واستطاع إقناع حارس الحديقة للموافقة. مرحبا، علينا الإسراع لأننا نقوم بشيء غير قانوني. بدأ إنجاز المهمة، لكن في لحظة استعداد الفريق للتصوير ظهرت مشكلة أخرى. أين الأحذية؟ لا تقولوا لي إنها غير موجودة، فقد أغضب، إنها حافية. العارضات يرتدين شباشب الفندق، الأحذية مدمجة في التصوير. قل لي إن كنت أحلم، هل جئنا إلى هنا بشباشب الفندق؟ أخيراً ظهرت الأحذية ويمكنهم البدء. صورة بعد أخرى بدأت قصة الحب الصغيرة تتشكل، يرويها ليندبيرغ بأسلوب القصص المصورة. يبدأ الأمر بجلوسها في مقهى تنتظر صديقتها. في تلك الأثناء تشتري صديقتها بعض الأزهار وتجلبها معها إلى الموعد.
نحن نراها في طريقها. ومن ثم هذا مثلا أجمل بالألوان منه بالأبيض والأسود، لأن الأحمر الوحيد هو الورود وكل شيء آخر أسود. ومن ثم تلتقيان. ما زلت لا أعرف اللقطة، لم يمر سوى يوم. إنهما تلتقيان في هذا المكان وتسير الأمور طبيعية، ومن ثم نعرف أي نوع من العلاقة بينهما. ليندبيرغ يحب العمل ضمن فريق ويحب مشاركة العارضات والطاقم كله بأفكاره. الأبيض والأسود يسريان في دمي، هذا رأيي الشخصي، لأن هناك الكثير من المصورين العظماء ممن ينتجون صوراً رائعة بالألوان، لكن بالنسبة لي أشعر أن الأبيض والأسود يسريان في دمي فيما يبقى اللون على السطح. هذا هو انطباع الشخصي. يقول ليندبيرغ مازحاً إن الجمال الحقيقي لا يحتاج لأدوات تجميل أو تصفيفة شعر. لا تعليق. إنه مصور لا يحب أدوات التجميل، كان يدعهن، يضعن المكياج في الصباح ثم يزيله مرة أخرى. أعتقد أن النساء يشعرن بالراحة معه. أحياناً عندما أراه يبدو كرجل أعمال محترف. توجد لدى أوغست زاندر صورة لحداد وهو يصنع حدوة فرس، وكنت أعتقد أن ما يفعله ليندبيرغ في باريس مشابه لذلك، فهو يجعل الخيول تنطلق بسرعة أكبر، والخيول تدرك ذلك. يوجد عنصر رقص كبير هنا، لكن بطريقة لطيفة، لكل واحدة وضعية راقصة. وهذا شيء يستخرجه من النساء. وهناك أجواء عائلة سيرك في التصوير، ويمكن أن نرى أنهم يقضون وقتا جيدا. لقد تمكن من صنع عارضات شهيرات جدا من الكثير من فناني هوليوود المشهورين. إنهم يمثلون في الثياب، وهو من ابتكر هذا. إنه عالم بعيد عن ذلك الذي نشأ فيه ليندبيرغ. لقد نشأ في قلب ألمانيا الصناعية في منطقة الرور بين مصانع راينهاوزن وديوسبورغ. كنت منسقاً لواجهات العرض في متجر كارشتات. لم يكن لدينا كتب أو فنون في منزلنا، مجرد موسوعة صغيرة على الطاولة، وليس على الطاولة حتى، بها صور صغيرة من إفريقيا، وكانت تلك نشأة الثقافية. في وسط مدينة دويسبيرغ كنا نرى زينة الواجهات التي تحدد الموضات. كانت المانيكانات ترتدي بناطيل ضيقة جداً وقمصاناً بيضاء. اليوم تمنح وكالات العرض الشباب حلم العالم الواسع، لكن هذا كان أكثر الأشياء التي أراها إثارة. تركت المدرسة في وقت مبكر في الرابعة عشرة. أرادت والدتي أن أتقن حرفة ثابتة كعامل بلاط، وأردت أن أكون منسق واجهات عرض لأنها وظيفة فنية، وحسم والدي الأمر بقوله إنني سأفعل ما أريد. في عمر 18 كان ليندبيرغ لا يزال يحمل اسم بيتر برودبيك، وسافر إلى جنوب فرنسا لتتبع خطى مثله الأعلى الرسام فينسنت فان غوخ. Strongest steel, lightest day.
كنت أملك 80 ماركا ألمانيا وليست لدي خطط للعودة إلى ألمانيا. قمت ببعض الأعمال هنا، لكن وبعد أسبوع كان علي ترك المكان الذي أقيم فيه لقلة المال. فتجولت أطرق أبواب المزارعين طالبا الإذن بالنوم في الحظيرة داخل منامتي، وفي المقابل كنت أقوم بعمل في الصباح أو المساء. كان يتصور أن باستطاعته العيش هكذا والسفر إلى كل مكان في العالم. بدأ أصدقائي يشعرون بالتوتر. بالنسبة لهم كنت دائما أتنقل من مكان لآخر. قالوا: ألا تريد أن تبدأ بعمل الشيء؟ وكان لأحدهم صديق يدعى هانز لوكاس وكان يحتاج للمساعدة. كان مصور إعلانات. كان رجلا رائعا جعلني أفعل الكثير رغم أنني لم أكن قادرا على فعل شيء. وسرعان ما أدركت أن التصوير وسيلة رائعة للتعبير عن الذات. النمط الذي طوره حينها كان مرتبطا بالكثير من الحركة. منذ البداية كان يلتقط الصور بشكل عفوي بحسب مشاعره. لم يكن يستخدم قاعدة ثلاثية، بل كان يرقص مع من يصورهن. وحينها أيضا بدأ بالبحث عن تلك اللحظة الشاملة. استلهم العمل من الأفلام الصامتة في عصر التعبيرية الألمانية، وبخاصة فريتز لانغ في فيلم متروبوليس بموضوعه الاقتصادي والآلات التي تذكره بطفولته في ديوسبورغ. كانت لدى بيتر موهبة في التقاط أهم اللحظات، لكن هذا غالباً ما يكون مستحيلاً في عالم الأزياء بسبب الثرثرة الكثيرة فيه. هذا يشبه تياراً من الحمم الحارة والمضيئة يتدفق باستمرار. في الأزياء لا يوجد ثبات. يوحي المصورون بوجود نوع من الثبات، وتحاول كل المجلات أن تفعل ذلك كل أسبوعين أو كل شهر، أن تصور اللحظة، لكن لا توجد راحة في مجال الأزياء. يعمل بيتر ليندبيرغ باستمرار ودون توقف، اليوم في صحراء جنوب كاليفورنيا أو في مكان ما من المحيط الهادئ، وغدا في بكين. وكالعادة الناس في هذه الأماكن الغريبة هم من يهمونه. لقد أصبح أول مصور غربي يقيم معرضاً في الصين. إنه جزء من مشروع طويل المدى يسمى المجهول. يستكشف المصور نفسه في منطقة مجهولة. أعتقد أن أصعب شيء الآن هو أن تكون مفاجئاً وغير متوقع ومتميزاً بالرقي والجودة، وهذا ما يستطيعه بيتر أيضاً. أشرفت فرانكا سوتاني على تنسيق الكثير من معارض ليندبيرغ. علاقة العمل بينهما تعود لأكثر من 20 عاماً، وهو لا يظل مخلصاً للأفراد فقط بل للأماكن أيضاً. باريس من المواقع التي لم تفقد أياً من جوانب جاذبيتها بالنسبة له. متى بدأ كل هذا؟ عندما رأت محررة الأزياء في مجلة شتيرن الصور في مجلة لايف ستايل، اتصلت بي وقالت: من أنت؟ تعال إلى هامبورغ وعمل معنا، سنعطيك 14 صفحة لتفعل ما تشاء. وهذا ما فعلته، وسارت الأمور بشكل رائع وممتاز. ومن ثم شاهد المدير الفني في ماري كلير في فرنسا تلك السلسلة، واتصل بي في دوسلدورف ليقول إنهم يريدون العمل معي.
في مرحلة ما ساجرت هذا المنزل الرائع والذي كان مفروشا بالسجاد وأشياء بشعة. كان لدي أنا وزوجتي أسرد في ذلك الحين 3 أولاد معا في باريس، فنظرنا إلى بعضنا وتساءلنا عما إن كنا نريد البقاء في دوسلدورف، فقالت لا، لذا حزمنا حقائبنا وتركنا كل أشيائنا هناك وانتقلنا إلى باريس ولا شيء معنا. بهذه الطريقة تغير اسمه من بيتر برودبيك ليصبح بيتر ليندبرغ. وأول ما فعله هو إرسال صور لعريضة تجلس أمام صحيفة، وكتب عليها بحروف كبيرة: ليندبرغ يغزو باريس. باريس كانت آنذاك عالماً مثالياً. أصبح حي سان جيرمان غرفة معيشته واستوديو تصويره، أصبحت مراقبة الناس وتصويرهم شغله المفضل. البعض يقولون أن باريس لم يعد بها ما يمكن تصويره، لكن ليس بالنسبة لليندبرغ. إنه يقول أن المدينة لم تفقد أياً من شاعريتها التي كانت تملكها قبل 40 عاماً. تأتي الأزياء والعارضات وتذهب، وهذا يحول دون شيخوخة حي سان جيرمان، ويبدو أن المصور كذلك. إنه يعيش في سان جيرمان مع عائلته، إنها مرفأه الذي يستريح فيه بعد الترحال. أجلس هنا كثيراً لأنه قريب جداً من منزلي ومكان عملي. بدأ ليندبرغ ينسى لغته الألمانية، لذا وضع تذكيراً على الباب ليتحدث أكثر بلغته الأم. هذا يفضي إلى ساحة أخرى، وهذا هو المدخل. يمكننا التقاط الصور من هذه النافذة. هنا ترى مشاهد باريس. بدأت أقضي المزيد من الوقت في نيويورك، فأصبحت منزلي، ومن ثم لوس أنجلس بالطبع. فتشكل لدي مثلث مع باريس. أنا أتنقل فيما بينها مرتين في الشهر على الأقل. الأمر أشبه بمدينة واحدة ممتدة. إنه يجد مصطلحات مثل مواطن عالمي أو كوني رنانة، وهو يشعر بالراحة أينما كان يلتقط الصور. لا أشعر أنني مواطن من نيويورك، ولست فرنسياً بالتأكيد. لا أعني هذا بطريقة سيئة، لكنني لا أشعر أنني فرنسي. ربما كنت أمريكياً أكثر من أي شيء، لكن ليس تماماً. ما زلت أشعر أنني فتى من دوسبرغ، ولا أعتقد أن هذا سيتغير. يملك ليندبرغ مكتبته الخاصة للكتب الفنية، أكثر من 10 منها لمؤرخ الفن فيرنر شبيس. كيف يمكن لرجل واحد كتابة الكثير؟ يعمل هذا الأرشيف الكبير كمصدر إلهام لأعمال ليندبرغ. فهل يفتقد كل هذا عندما يسافر؟ لا، من الرائع دائما استقبالي عند العودة. هذان أمران مختلفان.
مثله الأعلى هو أنتونين أغتو، كاتب المسرحيات والمخرج وملك صالونات المقاهي في سان جيرمان في العشرينيات والثلاثينيات. لقد قال مرة إن الإحساس العميق بوحدة الأشياء يجعل المرء فوضوياً، ويحاول تقليل الأشياء ليجعل منها وحدة. وهذا يمكن أن يكون شعاراً لبيتر ليندبيرغ أيضاً. وهي الحياة والوحدة الكامنة فيها التي يحبها. في العادة لا يقل يوم العمل بالنسبة لليندبيرغ عن 15 ساعة. يبدو أن طاقته لا تنفد، إنه يستخدم كل ثانية من ضوء النهار فيما يشجع فريقه ليجاريه. وعندما ينتهي اليوم أخيرا، إن كان متعبا فهو لا يظهر ذلك بالتأكيد. أعتقد أنني رأيت عليه أعراض ما يمكن تسميته مرض نابليون. إنه حالة ذهنية، يمكنه أن يستغرق في النوم لثلاث دقائق في سيارة الأجرة، ومن ثم يشعر بالنشاط مجددا. وبعد يوم كامل دون استراحة يحب أن يواصل العمل في الليل أيضا. أنا أعمل كثيرا في الليل، وعندما تكون وحيدا في الليل فقد تحظى بست أو سبع ساعات لنفسك. كل هذه الأشياء تبدأ بالتوارد إلى ذهنك، وأنا بحاجة لهذا. خلال الأسبوع عادة ما آوي إلى الفراش في حوالي الرابعة، وربما في الرابعة والنصف، وعندها أعرف أنني لا أستطيع التمادي. بالنسبة لي 3 ساعات من النوم هي الحد الأدنى الذي أحتاجه. الليالي التي يكون فيها رؤاه وأفكاره مرتبطة جدا بالمزاج الذي يتكرر في صوره، الجانب المظلم. إنه حزين أكثر منه سعيدا، إنه يجد الضحك سخيفا، ليس للضحك أي قيمة بالنسبة لي في الصور الشخصية أو غيرها من الصور. هناك الكثير لرؤيته في الوجوه التي لا تضحك، وعندما يضحك أحدهم فهذا كل ما ترى، ويفسد الباقي بالنتيجة. تصوير الناس يضحكون لا يجذبني. إن ضحكوا فلا بأس، لكن للصورة التي أريد كل ما أحتاجه هو الطبقات المتشعبة الجميلة والتي تحجبها تلك التي يسميها الناس ضحكة. أشعر بانجذاب قوي للحزن، وأجده جذابا جدا في الناس. أسوأ ما يمكنني تخيله هو الزواج من امرأة تصحو قبل أن أصحو بنصف ساعة وتقول: مرحبا يا عزيزي، هل تود كوبا من القهوة أو أي شيء آخر؟ قد انتحر. من الألطف أكثر أن تكون غاضبة وتتذمر من سوء النهار. أجمل شيء هو أن تكون على طبيعتك.
لكن ليندبرغ نجم بحد ذاته، والنجوم عادة ما تجد نفسها في دائرة الضوء. هنا يحضر مناسبة يتشارك فيها المسرح مع المخرج فيم فيندرز الذي أقامه المصور جيم راكيتا. ربما كان ليندبرغ متردداً في الاعتراف بذلك، لكنه يستمتع باهتمام الآخرين به ويدرك جيداً ما هي قيمته السوقية. تكلف صور ليندبرغ الكبيرة حوالي 75,000 يورو. يتشارك ليندبرغ بصداقة طويلة مع فيندرز، ومع جيم راكيتا يتشارك في حب الكمال في تصوير الأشخاص. إنه جمهور كبير، وهذا يسعد ليندبرغ. لقد شاهدت بيتر أثناء العمل عدة مرات، وهي عملية كبيرة بكل المعدات والشاحنات والناس، لكن بيتر يجعلك تنسى كل هذا، لذا تأخذ ممثلينك وعريضاتك بعيداً عن كل هذا، وفجأة تجد نفسك جالساً في زاوية أخرى حيث لا يوجد ضوء، وأنت تلتقط صور لما تريد تصويره. يقول الناس دائماً: يا لها من صورة رائعة، هذا هو أو هذه هي، لكن هذا هراء. لا توجد صورة واحدة لشخص. هناك شيء تعلمته عبر السنوات، كتب الناس كثيرا عنه، إنهم يعرفونه، لكن أنا لا. ما نراه بالنسخة السلبية أو الشاشة هذه الأيام ليس الشخص الذي تتحدث الصورة عنه أو هيئته أو ملامحه، في الواقع هو مشاعر شخصين كانا موجودين معا لابتكار هذه الصورة. وهذا تماما ما يبحث عنه في مختلف الأجواء. إنه مليء بالعمارات السكنية، الأجواء متوترة، وهذه خلفية كاسي، امرأة كانت ضمن الفريق الأولمبي في فرنسا. لا أعرف إن كانت فرنسية أم لا، وهي اليوم تعمل كعارضة رجل لدى فورد. حي بوغرانيل في باريس شبه مهجور، ويسوده شعور غريب. بالنسبة لبيتر ليندبرغ، تمثل هذه الغابة الإسمنتية موضوعاً مثالياً لرواية القصص التي يلفها الغموض. من جديد بحدود غير واضحة بين الجنسين، وهو ما يراه رائعا وجعله مشهورا قبل 25 عاما. نشأت مع صور بيتر، وبالرغم من أنني لم أعرف أنها كانت له ولم تكن متخصصة في الأزياء، إلا أن صوره كانت شعرية جداً، بحيث عندما رأيتها حفظتها. وما حفظته منها كان أن النساء كن ينظرن مباشرة إلى الكاميرا بمظهر جدي. لذا عندما طلب مني تنفيذ ذلك المشروع مع بيتر، قلت لنفسي إنه إن كان هناك أحد يدرك حقيقة أن مناصرة المرأة لا تستبعد القوة أو شيئاً من الرجولة، فبيتر هو هذا الشخص، وصوره تظهر ذلك. I knew that Peter was going to be able to do that.
يقوم ليندبيرغ باختياراته فيما لا يزال في الموقع ويعرف مسبقاً كيف يريد رواية القصة. بعد 14 ساعة تم التقاط الصورة الأخيرة لهذا اليوم. Thanks for the mileage. You feel so small for the day. Instead of hugging all the three of them, I hugged you three times. بأصالته يصل لدى الناس إلى جوانب لا يعرفون أنها موجودة لديهم. إذن ما هو السر في سحر تصويره؟ إخلاصه واهتمامه بالأفراد ومشاعرهم؟ هل يحب من يصورهم؟ نعم، ينتقدني الناس لأنني أحبهم كلهم، وكأن ذلك يقلل من القيمة. النظرة التقليدية التي تقول إنك إن أحببت كل الناس يصبح الحب بلا معنى، أرى أنها هراء. هنا يظهر مشروع الوصية بالنظر إلى أطراف العلاقة. إنها قوية وعميقة جداً، ومن ثم تكتشف أشياء مختلفة. الوصية ربما كان أهم مشروعاته حتى الآن. إنه يتضمن صوراً لأشخاص في طريقهم إلى الموت في الولايات المتحدة. كل منهم ينظر لأربعين دقيقة إلى مرآة توجد خلفها كاميرا تصوير لا يرونها. قتلة ومتحرشون بالأطفال، كل منهم منفرد بنفسه. إطلاق اسم الوصية عليه جعله منطقياً. إنه يتعلق بمن سيختفون. الفكرة هي التقاط صورة غير معدلة لشخص. الفيلم لا يقول لك ما فعلوا. عليك أن تعرف هذا بنفسك. أيضاً ينظر الشخص لنفسه لأربعين دقيقة. اقتربت من إيقاف المشروع لأنني لاحظت مدى صعوبة الأمر بالنسبة لهم، لكن عندما انتهى كانوا سعداء أيضاً. من المؤثر مشاهدته. يمكنك تجربته بنفسك. قف أمام مرآة واضبط المنبه على 20 دقيقة، ولا تنظر إلى أي مكان آخر حتى يرن. كل شيء خسرته أو كسبته أو تخيلته كله يمر في ذهنك. أنت ترى كل شيء. هذا جنون في ملامح وجهك. هذا هو الجزء المثير. في باريس صور بنفس الشغف كلب لوي فيتون مصمم أزياء الرجال لمجلة محبي الكلاب، خدمة بسيطة لزبون مهم. عدا ذلك هو عمل لا يتوقف. هناك أيام عمل عديدة في العام، وكل ما ينجح للزبائن المهمين يستهلك وقت فراغك، وهذا ما يجعل كتبنا مثيرة. هذه الجلسة لزبون ياباني. في آسيا أيضاً بيتر ليندبيرغ نجم مشهور في مجال التصوير. أعتقد أن 12 شخصاً جاءوا من طوكيو لصورتين لفتاة، إحداهما مقصوصة هنا والأخرى هنا. في كل مرة يرون فيها صورة يبدون انبهارهم رائع، لكن هذا لا يعني أي شيء.
عليك أن تعرف بنفسك ما إن كانت الصورة رائعة. يمكنك أن تعرض هذا وتقول رائع. إن كنت تستطيع تتبع كل خطوة وعنصر لديك ومن ثم تحكم على النتيجة، فلن تحتاج للاستماع إلى شخص آخر إلا عندما تريد أن تستمع لشخص، ومن ثم تعرف أين أنت، ومن ثم يمكن للجميع القول رائع، أنت الأفضل. لكن أنت تعرف جيداً أن هذا ليس صحيحاً. إن لم تكن لديك أي جذور فستصدق أي شيء. طالما كان هناك أشخاص يمكنه أن يحبهم ويحبونه، فسيستمر في التقاط الصور. إنه مصور استثنائي جداً، لا أحد يمكنه دمج الكثير من العناصر. فمن ناحية يضفي شعوراً مذهلاً بمثل هذه النسبية لموضوعاته، ومن ثم هناك روح العصر. من المذهل متابعة قدرته على اعتلاء موجة التيارات المعاصرة. أحاول أن أشرح للناس عندما يسألون ما إن كنت أريد التوقف. أجمل لحظة هي تلك التي يمكنك فيها الوصول إلى كل شيء وأن تدور كل الأشياء المعقدة في الهواء على إصبعك الصغير. حينها يمكنك أخيراً أن تستخدم كل شيء تعلمته، وهذا ليس سبباً للتوقف.